الأخ معنا من المغرب، ربما شاهدت البارح المباراة اللي كانت بين المنتخب الجزائري والمغربي، وش رأيك في المباراة هذه اللي كانت ربما أكثر من حاسمة؟ والله كان بون ماتش، يعني أحسن مباراة منذ بداية الدورة بكل صراحة. وشنو يعني لافيريتي، المنتخب الجزائري كان قوي علينا ويستهل التأهل ويستهل حتى تتويج باللقب، لما لا. وكي يتوج المنتخب الجزائري باللقب كشغل احنا ديناها سي لا ميم شوز. بالنسبه للاداء، اداء منتخبكم المنتخب المغربي، وش رايكم في الاداء اللي قدمه المنتخب المغربي؟ كان جد ممتاز وعامل الحظ لعب دوره. وشنو كشغل فزنا شخصيا، انا نتمنى كون فازت المغرب، مي فازت الجزائر مبروك عليهم. وهذه هي الرياضه، كاين فائز وكاين خاسر. رحيمي بذل مجهود كبير، وشنو كان يعني سوء الحظ. وهذه هي المباراة المصيرية، توجور يكون فيها خاسر وفائز. حاليا شكون اللي راح ربما تناصره انت كمناصر مغربي، المنتخب الجزائري او التونسي او القطري او المصري؟ والله بورمو انا بكل صراحة المنتخب التونسي. نتمنى زعما في لافينال تلاقى تونس مع الجزائر، وديها تونس بكل صراحة.